في مغتربين كتير بيستسهلوا الكلام باللغة الفرنسية، بمعنى ان اي كلمة تيجي على بالهم صح غلط، فيها تصريف، فيها قاعدة، ما فيهاش حاجة خالص، اهو بيقول وخلاص، وبيقول طالما الناس فاهميني وانا بفهمهم يبقى الدنيا ماشية والحمد لله. طيب جربت انك تحسن من لغتك الفرنسية وتختار الفاظ اقوى من الالفاظ اللي انت حافظها؟ ما تستسهلش وتقول اللي في دماغك وبس، دايما اتعلم اتعلم علشان تعلم من مستواك. كل ما الفرنسي اللي قدامك يحس انك متمكن من اللغة بتاعته هيحس انه من الافضل ان نتعامل مع الشخص ده، احنا بنفهم بعض بسهولة، وبالتالي يتفتح لك فرص شغل اكتر. انما وانت في مكانك وانت مش عايز تزود من لغتك الفرنسية، فرص الشغل بتاعتك هتكون قليلة. كل ما تتعلم لغة اكتر، كل ما الفرنسي اللي قدامك يعجب بشغلك، او يعجب انك انت عارف لغته وبتتكلم بلغته، وبالتالي فرصتك انت هتكون افضل للشغل. اتعلم. انا على فكرة ما رحتش فرنسا، ولكن الطلاب اللي علمتهم او الشباب اللي علمتهم وهم في فرنسا اونلاين يعني بلغوني بالفرق، بلغوني ان لما اتعلموا التعبير الفلاني، لما اتعلموا الكلمة الفلانية، لما اتعلموا ازاي يردوا في الموقف الفلاني ويردوا بشكل محترم، بشكل مش محترم اسف يعني محترم انك قبل كده كان غير محترم، لا، ان هم يردوا بشكل رائع، بشكل يفاجئ الفرنسيين، الناس انبهرت جدا بشغلهم، انبهرت جدا بمذاكرتهم، الناس حست ان الشخص ده متعلم فرنساوي كويس. ده هيفتح فرصة للشغل اكتر. شباب كتير الحمد لله اتعلمت معايا من عايشين في فرنسا، يعني هم عرب بس عايشين في فرنسا، وقد ايه هم حسوا فرق لما اتعلموا وحسنوا من مستواهم ونزلوا الشارع واتكلموا مع الناس. على فكرة بتفرق كتير، بتفرق كتير جدا قدام الشخص الفرنسي، هيحترمك اكتر، هيحبك لانك انت اتعلمت اللغه بتاعته وبتجتهد علشان تتعلم لغته. على فكره هو ممكن هو مش متعلم اللغه بتاعتك، بس انت بتجتهد علشان تتعلم اللغه بتاعته، وهو هيحب الحته دي، وساعتها هتكون في فرص كتير للشغل اكتر واكتر. انت حابب تشتغل معايا كورسات اونلاين وانت في مكانك في فرنسا او في كندا، انا مستعد وليا الشرف اني امشي معاك الرحلة دي في تحسين لغتك الفرنسية. كورساتي مخفضة جدا، سواء برايفت سواء انت ومجموعة معاك، نختار المواعيد المناسبة لينا كلنا والمادة العلمية عندي، وحسن من لغتك الفرنسية. سلام.